أطلقت وزارة الثقافة فعاليات المكتبات المتنقلة في 6 محافظات، وهي قنا والأقصر والمنيا والبحيرة والدقهلية ودمياط، وذلك لتقديم خدماتها المتعددة للجمهور ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضحت وزارة الثقافة أن هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقا لكل محافظة واحتياجاتها، وصولا إلى أبعد نقطة بكل محافظة. ده جزء من دور وزارة الثقافة في تفعيل الشق الثقافي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في 6 مكتبات متوجهة أو في طريقها دلوقتي إلى 6 محافظات، 3 في الوجه القبلي هما قنا والأقصر والمنيا، و3 في الوجه البحري هما دمياط والدقهلية والبحيرة. في مرحلة تانية بعد المرحلة دي في الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، وزارة التخطيط رصدت اعتماد ل6 مكتبات متنقلة جديدة هتتوجه أيضا ل6 محافظات جديدة. يعني احنا من دلوقتي بنفكر في أسوان، بنفكر في المنوفية، بنفكر في الوادي الجديد، بنفكر في الغردقة، والبقية تأتي تباعا. المكتبة المتنقلة تقريبا بتحتوي على كل أنواع مصادر المعلومات، سواء مقروءة أو مسموعة، مطبوعات، في فلاش كارد، في أصلا كتب 3D أو مجسمة ثلاثية الأبعاد، في حاجات ستنسل، في حاجات مثلا نظارات VR عشان موضوع الواقع المعزز، وإزاي الطفل إن هو ممكن مثلا يقرأ كتاب عن الكواكب وفي نفس الوقت يبقى من داخل النظارات دي يبقى في حاجة مجسمة قدامه، فهي بتربط بين الكتاب والتقنيات الجديدة في الواقع المعزز. أولا، مشروع مكتبات مصر العامة المتنقلة الهدف الرئيسي منه تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهو كما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور بناء الإنسان المصري. احنا طبعا المكتبات دي الغرض منها هو رفع مستوى الوعي الثقافي من خلال ما تتيحه المكتبات من مصادر معلومات، كتب، وما تتيحه من برامج سيتم يعني إتاحتها لمستخدمي تلك المكتبات في مجال التكنولوجيا، لأن المكتبة ديت مش هتبقى قاصرة فقط على القراءة والاطلاع، لا، دي هتقوم بتقديم خدمات رفع مستوى الثقافي، تنمية بشرية لمستخدمي تلك المكتبات. الجانب الثالث إنها تعمل تطوير للمهارات التكنولوجية للشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأنا بحب القراءة جدا، وبروح وبذهب لمكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء وفرع الدقي وفرع الزيتون، وبروح وبقرأ كتب باستمرار، وبخش مسابقات للقراءة، وبخش مسابقة المشروع الوطني للقراءة وتحدي القراءة العربي.